الله الرحمن الرحيم. مساء الخير, اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. النهارده الجمعه 5/6/2015. لما وزير التعليم يطلع يقول ان 900,000 طالب ابتدائي سقطوا في القراءه والكتابه, دي تبقى كارثه قوميه في الدول المحترمه بيدخل فيها مسؤولين السجن. ومش لازم يكون الوزير الحالي, لا ده يدخل السجن كل وزير او مسؤول قصر واهمل ودمر في المنظومه التعليميه. لكن تقول لي مين ده في الدول الكبرى؟ في مصر وزير التعليم بيقول لك ادوني 8 شهور. هتعمل فيهم ايه 8 شهور يا سيادة الوزير؟ انت بتضحك على مين؟ ولما الوزير يخرج علينا ويقول لك ان مكتبي مخترق, طب نعمل ايه احنا بقى ان شاء الله مع الوزير؟ نروح نحرسه ولا نعمل ايه؟ واذا كنت مش عارف تسيطر على مكتبك اللي فيه كم موظف, تفتكر هتقدر تسيطر على منظومة التعليم في مصر؟ ما افتكرش. لما يتحرش طلبة اعدادي بمدرسة في المدرسة ويحاولوا اغتصابها جوه المدرسة عشان منعتهم من الغش في امتحان الدين, تبقى مسؤولية مين؟ مسؤولية حكومات فاسدة ولا بيوت خربانة ولا مدارس مهملة ولا مسؤولية مين؟ أقول لكم أنا, مسؤولية نظام وحكومة وبيت. وبمناسبة الامتحانات وبما أننا في موسم الامتحانات, أحكي لكم عن نوادي الامتحانات في مصر وفي اسكندرية تحديدا. فوجئ الطلبة أن الامتحان المعروض عليهم امتحان الترم الأول, وفي بني سويف أرسلوا أوراق امتحان غلط وحبسوا الطلبة 7 ساعات في اللجنة لغاية ما جابوا لهم امتحان صحيح. امتحانات دي ولا تهريج؟ يا أخوانا يا بتوع التعليم, ما تشوفوا إيه اللي بيحصل بالظبط. دي مش محتاجة 8 شهور, دي عايزة 8 سنين يا معالي الوزير. اصلحوا التعليم لو كنتم عايزين تبنوا بلد محترمة بجد. دولة طلبة الابتدائي بيتخرجوا من المدرسة يعرفوا يكتبوا ويقروا, ولا ايه معايا الوزير؟ تعالوا بقى نسيب التعليم وهمومه ونروح لواحدة من اروع الفنانات في تاريخ السينما المصرية, فنانة قديرة بالفعل, عشان نسمعها ونتعلم منها. بعد قليل هكون معانا الفنانة الكبيرة مديحة يسري في واحد من الناس. سمراء الشاشة تحمل ملامحها جمال المرأة المصرية, اختارتها مجلة تايم الأمريكية كواحدة من أجمل 10 نساء في العالم بأربعينيات القرن العشرين. إطلالتها على الشاشة دائما ما تلفت أنظار صناع الفن وعشاق الجمال. إنها الفنانة مديحة يسري. بريء وقادر تقول لك كل جراءة بعد سيرة المشين اللي انكشف فيها إنسان شريف. ما صدقتوش. الفنانة مديحة يسري شاركت في أكثر من 100 عمل فني, وأدت عددا كبيرا من الأدوار في مشوار امتد نحو 70 عاما. ولدت باسم هنومة خليل حبيب عام 1921, وتلقت تعليمها في مدرسة الفنون. اكتشفها المخرج المصري محمد كريم وقدمها للمرة الأولى في دور صغير عام 1942 في فيلم ممنوع الحب أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب, وخاضت أول بطولة لها في فيلم أحلام الشباب. أنا متضايقة يا مرات خالي, مش قادر أتصور دلوقتي لا بيانو ولا قلب دماغ. وخلال مشوار فني طويل امتد حتى عام 2012, قدمت العديد من الأدوار المتنوعة ما بين الكوميديا والتراجيديا, وتنوعت أدوارها بين الإبنة والحبيبة ثم الأم في مراحل متقدمة. وفي معظم أعمالها كانت تجسد واقع المرأة المصرية وطموحاتها في تحقيق ذاتها والحفاظ على تقاليد مجتمعها. كنت فين؟ أنا أصلي كنت إيه؟ أنت عارفة الساعة كام دلوقتي؟ قدمت الفنانة مديحة يسري للدراما المصرية العديد من المسلسلات أبرزها هوانا جاردن سيتي. أنت عارفة أنا بحبها قد إيه؟ أنا مش قادرة أتصور إزاي هعيش وهي بعيدة عني. تزوجت في حياتها 4 مرات, 3 منها كانت من الوسط الفني, إلا أن أصعب أيام حياتها كانت وقت وفاة ابنها عمرو محمد فوزي الذي كان بطلا لمصر في الجودو, وتوفي في حادث سيارة عام 1982.
ورغم اعتزالها الفن والتمثيل عام 2012 إلا أن آخر أعمالها السينمائية كانت عام 1994 بدورها البارز في فيلم الإرهابي. مش عاوزين حاجة قبل ما نام؟ لا مرسي يا ماما. يا خبر أبيض على الكركبة، مش معقول اللي انتوا بتعملوه ده. الحاجات دي لازم تتوضى بكرة الصبح قبل ما تخرجوا. كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب. وحضرتك بصحة وبسعادة وفي هنا. وانا النهاردة قد ايه فرحان وانا قاعد معاكي، لان انا بجد اطمنت عليك. وانا سعيدة جدا لان رجعتني لايام زمان، ايام الجمال وايام الحب وايام الوفاء وايام العشرة الحلوة، كل ده انا دلوقتي عايشة فيه. هي فرصة عايزة اطمن على صحتك، وعايزك تطمني الناس كلهم على صحتك. الحمد لله انت طالعة زي القمر ومنورة، وانا اول ما جيت قلت لحضرتك انا اطمنت عليكي. طمني الناس عليك، اخبارك ايه واخبار صحتك ايه؟ انا اولا احب اقول لك قدام المجموعة حتى بتاعة البيت عندي ان انا بقالي حوالي 8 شهور ما نزلتش الصالون من غرفة النوم، منزلتها عشان خاطر عيونك. ربنا يخليك. الحقيقة لما بقعد وانا جاي عمال اعمل فلاش باك واشوف حجم وكم الافلام العظيمه اللي قدمتيها، اللي هي من لما صنفوا اهم 100 فيلم منهم 60 فيلم لحضرتك، حقيقه حاجه. شوفي المجد العظيم والتاريخ الجميل. كنت محظوظه في البدايه لما اشتغلتي مع استاذ محمد عبد الوهاب، استاذ محمد فوزي. مين من الشخصيات دي اثرت في حياتك؟ أنا محدش يأثر عليا يا أستاذ عمر، أنا أأثر على الغير. لا ما أنا عارف، مش هأثر عليك أنا. لا أنا أثرتي قوي. أنا ليا مبدئي وليا أخلاقياتي وليا ثقافتي، مش مجبرة إن أنا أعمل أي حاجة. لو حد قال لي مالك زعلانة ليه، أقول له أنا لا أشكو ففي الشكوى الحناء، أنا لا فدمي عروقي كبرياء. الله، دي طبيعتي. عمري ما زعلت من حد، عمري ما لومت حد، عمري ما حسيت بمنافسة مع حد. عملت أكتر من 70-80 فيلم، ما لبستش مايو أو شورت في فيلم واحد. يعني كل التكريمات اللي جات لي ديت من الأعمال اللي أنا عملتها. يعني ما فيش بلد ما كلمتنيش ما كرمتنيش، من أمريكا لكندا لألمانيا لفرنسا. آخر تكريم لفرنسا إن أنا أول فنانة أنتجت فيلم للنهوض بالمرأة والنداء بأنها تكون في جنب الرجل، مش هقول عشان الرجاله ما تزعلش مني. فدي كانت اخر جايزه خدتها في فرنسا وعلى المسرح، وما بيسقفوا لي بيقولوا ماديكا 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 ماديكا. قلت لهم استنوا، انا مش اسمي ماديكا وماديها، انا اسمي مصر، انا هنا بمثل مصر، جايه باسم مصر، وانا مصريه ومنتجة مصرية، فمن فضلكم أنا مش مديكة، أنا اسمي مصر، فقولوا تحيا مصر. فقالوا تحيا مصر. ما كنتش انتظر أبدا رغم حبك له إنك تهد كيانه وتقضي على مستقبله. كل ده علشان هيتجوز؟ كل ده عشان سمعته ومركزه. أنا لا يمكن أسمح له يتجوز واحدة من الشارع. أرجوك اسكت، لو عرفت الحقيقة هتندم على كل كلمة بتقولها. الحقيقة إنها خدعته، عرفت إزاي تلف وتضحك عليه. أبدا، أنا عمري ما خدعته أو ضحكت عليه، وأقسم لك رغم حبي الشديد له كنت مترددة في الجواز منه، كنت خايفة لحسن ما أقدرش أسعده، وأخيرا قبلت وتمنيت إن ربنا يسعدني علشان أقدر أرد له شيء من الدين اللي عليا. ودلوقتي حسبت لك إني من بيت كريم وأصل طيب، هضحي بحبي علشان اسمه ومركزه، هنزل بنفسي أوقف كاتب الكتاب. Yeah.
يا حبيبتي؟ مش شايفة؟ عينيا. سلامتك يا حبيبتي، تعالي. شاهين الحقنا، شوف دكتور أواب. ما فيش فايدة، أنا كنت حاسة باللي هيجرالي. دلوقتي بس عرفت ليه مراد كان عايز يتجوزني. أنا مش فاهم أنت قصدك إيه. إذا كنت بتحب مراد صحيح، إذا كنت عايز تخليه يعيش سعيد، انزل ما تخلوهش يكتب الكتاب. حرام يقضي حياته مع واحدة عمية. عمية؟ أنا هرفض الجواز. أرجوكي أتوسل إليكي تصفحي عني. دلوقتي بس عرفت معنى التضحية النبيلة اللي عملتها علشان حاولت تساعدني، لكن الزمن غدر بيا، غدر بيا في الليلة اللي كنت بتمناها، سلب نور عينيا اللي كنت هشوف بيه فرح وهنايا. أمينة، أنا عهد بيك الصبر والاحتمال، خلي عندك أمل. أنت كنت آخر أمل ليا. وأنت كل أملي في الحياة. حرام تقضي عمرك مع إنسان عمي. ربنا هيمن عليكي بالشفاء. مفيش فايده يا مراد. انا هعمل المستحيل، هستشير كل الدكاتره في مصر، في اوروبا، في الدنيا كلها، ومش هيهدى لي بال الا اذا استرديتي نور عينيكي. مراد، انا هاخدك معايا للدكتور دلوقتي علشان تطمني بنفسك. نفسي اعرف الشخصيه العظيمه اللي قاعده قدامي دي كونت ازاي. يعني واضح ان حياتك في بدايتها حضرتك الوالد والوالدة، واضح ان هما حطوا أسس قوية جدا عشان تطلع الشخصية العظيمة دي في الآخر. انا عايز بس انقل للناس عشان ياخدوا خبرة، يعرفوا يعملوا ايه. شوف يا أستاذ عمر، الشخصية بتتولد في الواحد. يعني الانسان البخيل بيفضل بخيل على طول، والإنسان اللي عنده كرم أخلاق وكرم في الفلوس وكرم للفقير بيفضل كريم بالشكل ده. أنا لقيت نفسي كده، أنا لقيت نفسي كده، فيعني كونت نفسي بنفسي، وكل ما بيزيد ده فيا بزداد أكتر. يعني كرامتي فوق كل حاجة، كرامتي أنا فوق كل حاجة. ولذلك كنت أقعد جنب كامل الشناوي وجنب مصطفى أمين وعلي أمين وعبد الوهاب، ويعني كل المجاميع دي، واتكلم زيهم تمام وأرد عليهم بشعر بكلام بأي حاجة. عندي ثقة في نفسي وبقويها، وبعدين هي بتقوى من جوه، لأن أنا اتولدت كده. والله يا أستاذ عمر أنا اتولدت كده، زي مثلا قاعدة في فيلتي في الهرم، وعلى 2 ب4 نواصي فدانين، اتأممت واتباعت ب25,000 لوزير مالية سعودي متزوج من مصرية. وخرجت منها من غير ولا حاجة. ففي بنك القاهرة كان في الله يرحمه عبد الحميد سراج الدين وشخص تاني فلسطيني، قالوا لي فلان هيجي عندنا يتعشى النهاردة، اللي هو اشترى الفيلا، فمن فضلك تروحي تشوفي الفيلا فيها ايه، تاخديه واحنا تحت امرك، وتيجي تتعشى معانا. قلت لهم لا، انا مش هتعشى معاه، انما هروح الفيلا. رحت الفيلا ما لقيتش فيها حاجه خالص، ولا فرو ولا قميص ولا روب ولا اي حاجه ابدا، غير صورتي اللي رسمها لي صلاح طاهر، دي لقيتها موجوده مركون على الشيمانيه. فبالليل بيقولوا لي ما جيتيش ليه، ونقيتي ايه من الفيلا، تحت امرك الفيلا كلها الامير بيقول. قلت لهم مش عايزه غير الصوره اللي رسمها لي صلاح طاهر،
هي دي اللي انا عايزاها، مش عايزه اكتر. فرد عليا الامير قال لي لا والله وراس عبد العزيز لازم تقولي عايزه ايه، نشتري لك ايه، نجيب لك ايه. قلت له حضرتك عامل طابع قران الصفحه الاولى فيه بميه الذهب، التعويض الوحيد اللي اخده من حضرتك هو المصحف اللي مكتوب اول صفحه فيه بميه الذهب. فتاني يوم كان عندي المصحف في البيت، وده الحاجه الوحيده اللي خدتها. والصدمه خلتني اقول ايه، طب انا عندي صيغه، هبيع الصيغه كلها وعندي مكتب كبير، ثم اقلبه الى بيت. وبعت صيغتي، وبعدين السفارات كلها بتعزمني في كل مسافرتها. فكان في مناسبه في سفاره الكويت، ربنا يمسيه بالخير سعدون القاسم، وكان صديق هو وزوجته، وزوجته مصريه، فعزمتهم في البيت الصغير اللي هو المكتب عندي. فقال لي اختي مديحه انتوا عندكم كمان بتعملي اسطوانات، وعملتي اسطوانات لفايزه وكذا وكذا وكذا، فليه ما بتقدميش لازاحه الكويت اعمال فنيه انت بتعمليها؟ قلت له والله وانا في اشد الحاجه. قلت له يا فندم انا تحت امركم، قل لي ايه اللي مطلوب لاذاعه الكويت وانا تحت امركم. فبعد ما سافر بعت لي عقد، قال لي مطلوب برامج للمراه وبرامج للطفل وعقد ب10,000 دينار. ودي كانت بداية مديحة يسري بعد التأميم، من غير عربية ومن غير، كنت بركب تاكسي وقعدت في يعني إلى آخره، وبقوة. ورحت هناك وخدت شقة، عملت نصها مكتب ومن عملت نصها الثاني سكن. وابتدى من هنا رأس مالي الجديد من عملي في الكويت، وكل المنطقة العربية عرفت ان انا بعمل هذه البرامج، ابتدت تطلب مني. فابتديت اسيب الكويت واروح هنا واروح هنا واروح هنا، كل الدول العربية. فعندي قوة ارادة وعندي ايمان بالله وثقة، واللي مكتوب على الانسان لازم الواحد يشوفه، ولازم يقول الحمد لله، لان في اسوأ لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. فانا بايماني وبثقتي في نفسي الحمد لله عايشة لغاية دلوقتي. كنت قوية حضرتك، لكن الأستاذ محمد فوزي ما استحملش اللي حصل. جاله سرطان 4 سنين، لأن عملوه مستشار فني للمصنع اللي احنا برضو عملناه عشان نوفر عملة صعبة دولار لمصر، والفنانين يطبعوا في هذا المصنع اتأمم. فعملوه لمدة شهر مستشار فني. فراح آخر مرة لقى واحد قاعد على المكتب ظابط، قال له يا أستاذ فوزي احنا استغنينا عن خدماتك. قال له متشكر. راح البيت رقد 4 سنوات لحد ما ربنا افتكر. الظلم وحش. الظلم وحش طبعا طبعا. انت مريتي معاه في الفترة دي بأصعب اللحظات في حياتك. طبعا طبعا. يعني محمد فوزي، مديحة يسري، اسماء ملء السمع والبصر، في لحظة من اللحظات لما يشعروا ان هم بيؤمموا وبيتاخد فلوسهم، والشركة العظيمة اللي بتنتج اعظم اسطوانات اللي هي النهارده صوت القاهرة، صوت القاهرة، تتاخد من محمد فوزي ويمرض محمد فوزي، قلتي ايه ساعتها؟ يعني هو اجمل حاجة ان مدير صوت القاهرة السابق كتب يافطة كبيرة قوي، هذا المبنى هو كان ملك محمد الفنان محمد فوزي لتوفير عملة صعبة لمصر. يوم ده يتأمم ويجيله سرطان. ليه؟ ليه؟ احنا فنانين وما عملناش حاجة. يعني يأمموا اللي عندهم
كذا ألف فدان. معلش، وندي اللي محتاجين، إنما يأمموا حاجة لصالح البلد، مصنع لصالح البلد. كان الفنانين بيروحوا يسجلوا الأغاني بتاعتهم الأسطوانات في لندن وفي اليونان، فاحنا قلنا نوفر العمدة الصعبة ونخليها لبلدنا. والله بقيت أروح، وفوزي بيجيب المكانات من بره والمعدات كلها، بقيت أروح في وسط العمال وأنا لابسة البوت، واقفة في وسطيهم وهم بيبنوا هذا المصنع. والحمد لله راضية، والحمد لله وربنا كبير. لما الدولة كرمتك وعينت حضرتك عضوة في مجلس الشورى، هل ده كان نوع من محاولة إعادة الحق أو إعادة الشيء اللي أخدوه منك لما أمموكي في الستينات؟ كرموكي، ده كان تكريم لحضرتك؟ لا، أنا حسيت من التكريم إنهم حاسين إن أنا إنسانة كويسة، إنسانة مثقفة، إنسانة محبة للصغير وللكبير وللفقير. وأنا بربي بنت على فكرة في جمعية ابنتي، متبنية بنت يعني. عندها قد إيه دلوقتي؟ عندها 15 سنة. ما شاء الله. فأنا بطبيعتي كده، يعني أنا بطبيعتي بحب الحاجة الكويسة، ما أحبش الغلط، ولو حد غلط أقول معلش، يمكن كان في حاجة مضايقاها أو حاجة جرحاها فعشان كده قالت كده، يعني دايما أدي تبرير للخطأ، ودي حاجة حلوة أوي، دي بتتكتب لي عند ربنا حاجة حلوة. بس من يملك العفو ويملك المقدرة، ده معناها إنك أنت قادرة على إنك تتسامحي مع الناس حتى لو أخطأوا في حقك. الحمد لله. حتى اللي يخطئ. الحمد لله. ما بتزعليش. واحدة خانتني مع فوزي وعارفة ومتأكدة، ورحت وهي يعني هي اللي قالت لي تقريبا بطريقة ما يعني، وشفتها في سفارة روسيا بعد كم يوم، أهلا يا حبيبتي أنا مش عارفة مستهى، وكأني لم يكن عشان أقول لها إن أنا أكبر منك وأحسن منك ومتربية أكثر منك وإلى آخره. دي طبيعتي. بس دي قدرة مش موجودة عند أي حد. الحمد لله، وأنا بحمد ربنا عليها، بحمد ربنا عليها. حبيت كتير قوي ماما حضرتك، يعني في السينما بيقولوا دايما الأدباء والشعراء، أسمع ما عنديش معلومة، أديب كبير جدا عمل رواية حبا في مديحة يسر سمراء النيل، وشاعر كبير كتب قصيدة، ويقولوا في المجالس دي مكتوبة حبا في مدام مديحة يسري، كنت ملهمة للشعراء والمبدعين، إيه السر؟ ما أعرفش. هو أكيد تعرفي الحاجات دي. أنا عندي مغناطيس. يعني عارف حضرتك طريقة الكلام، طريقة المقابلة، طريقة المعاملة دي بتجذبهم، يشوفوا حد تاني، واحدة تانية متكبرة مش عارفة ايه، يعني غرور مش غرور بتاع، فهم بيشوفوا فيا حاجات كويسة فبيحبوا يقولوها، كتر خيرهم. مين اكتر حد انت حبيتيه بقى في حياتك؟ احمد سالم. احمد سالم ليه؟ لان الوحيد اللي ما خانيش. انا كل زكاتي او طلاقاتي كان عن خيانه زوجيه، وده الحاجه الوحيده اللي ما قبلهاش. معقوله حد متجوز مديحه يسري بيخونها؟ ممكن تكون واحده متضايقه مني وغيرانه مني وتكرهني، تعمل ده مخصوص عشان تفرق بيني، ممكن، وده حصل يعني. بس احمد سالم ما خانكيش. احمد ولا برمش عينه، يعني رمش عينه ده ما خانيش. معروف انه كان بيحب اسمهان قبل كده. قبل كده كان متجوزها. وبعدين حتى الاخر دي الله يرحمه وهو متوفى، قبل يعني قبل الوفاه، فعبد الله الكاتب في المستشفى ما كانش بينده لبنته او لاي حد من اخواته، كانوا واخدين اوض جنبنا في عبد الله الكاتب، مستشفى عبد الله الكاتب،
مديها مديها مديها، ادخل له واقعد على حرف السرير يقول لي فين مديحه، انا عايز مديحه. يعني كان شيء غريب الشكل، يعني غريب الشكل، ايدي دي ما كانتش تبقى على رجله، واحنا في العربيه يروح مفرمل جامد يقول لي ايه يا مديحه في ايه؟ اقول له في ايه؟ يقول لي زعلانه مني النهارده، اقول له ليه يا احمد؟ يقول لي ايدك مش على ركبتي ليه؟ يعني كان انسان تعليم انجلترا وكامبريدج واول طيار جه من لندن لهنا سايق طيارته، يعني تربيه حاجه تانية خالص، تربيه بتفرق، تفرق قوي. ومين اكتر حد بقى هو حبك؟ اكتر حد هو حبني اظن احمد سالم، او محمد فوزي، أو كلهم حبوني، ده الناس غربة حبوني. مش احنا كلنا بنحبك. مش اسواجي. صباح الخير. صباح الخير. الله، انت ايه الصدفة اللطيفة دي؟ يومين ورا بعض بنتقابل ومن غير معاد، الدنيا صغيرة. انت مش بتؤمني بتقلب الارواح؟ ايوه. وبالجاذبية؟ جاذبية الارض مثلا. ايوه. الارواح لما بتتألف مهما القدر فرق بينها فبحكم الجاذبيه بيقربوا لبعض ويتقابلوا. يعني انت دلوقتي مجذوب؟ لا انا منجذب. لطيف قوي الصوره دي، من اول ما شفتك حسيت انك فنانه. عجبك الصوره؟ جنان. بس انا ليه ملاحظه. ايه هي؟ من الصبح عمال ادور على عشه دي مش لاقيها. بتضحكي ليه؟ اصل انا ابتديت الصوره وانا في راس البر. راس البر؟ ايوه. انت كنت في راس البر ورجعت من يومين. يا سلام، ماليش اسم. في ايه؟ قبل ما اجي اسكندريه جماعه اصحابي اتحايلوا عليا اروح راس البر، ما رضيتش ابدا. يا ريتني رحت راس البر، على الاقل كنا اتقابلنا من زمان. وما رحتش ليه؟ القطر. والجاذبيه كانت فين؟ ما كانتش لسه موجوده. تصوري، من يوم ما اشتغلت في التياترو وانا بسهر طول الليل وبنام بالنهار، محروم من الشمس والهواء والطبيعه الحلوه. المجد والشهره لهم ثمن. الانسان مهما حقق من امال دايما ناقصه حاجه. الانسان طماع، مهما الحياه اديته دايما يبص للي في ايد غيره. ايوه بس مش تروح احسن ترسم في الصوره بتاعتك شويه؟ بس انا عاوز اختار لها موضوع. ايه رايك في واحد شاف واحده اول ما قابلها حس ان هي دي اللي ناقصاها، اللي تكمل له حياته؟ موضوع كويس ان الواحده دي تبادله نفس الشعور. وانت رايك ايه؟ احسن تفكر في موضوع تاني. الله، لسه بدري. كفايه كده. وهشوفك امتى؟ اسال الجاذبيه. الغريب يا استاذ عمرو ان مفيش مطرب ما اشتغلتش معاه وما غناش ليا لغايه ابراهيم حموده. عبد الغني السيد. يعني استاذ عبد الوهاب غنى لي حضرتك بلاش تبوسني في عينيا. فريد الاطرش، ثلاث افلام. ثلاث افلام. يا ملك القلب بايدك. ده عيد الدنيا يوم عيدك. ده من اجمل الحاجات الحقيقه. يعني كانت ده اغاني الاستاذ محمد قنديل لحضرتك؟ يعني عايز اقول اغاني محمد قنديل كلها متالفالي انا شخص ما كان بيحبني. يعني ناس كتير عارفه الحكايه دي. بس انا مش عايز اقول اسمه. يعني هو كان بيحب حضرتك قوي فيقول للاستاذ قنديل يغني لك الكلمات دي. كلمات عبد المنعم السبعري. عبد المنعم السبعري، كل الاغاني دي معموله ليا. فكان مره عيد ميلاد ايش الله يرحمه بنت عبد الوهاب، فعبد الوهاب قال لي تعالى. قلت له ايه في ايه؟ قال لي لما يجي عبد المنعم النهارده سلمي عليه وحش. قلت له ليه؟ قال لي بعدين اقول لك، بس اعملي اللي انا بقول لك عليه. قلت له طب حاضر. فسلمت عليه وحش، وبعدين بعد شويه قال لي انا قلت لك كده لان في اغنيه كتب لي المقطع بتاعها انا والعذاب وهو. الله. جه عبد الوهاب قال لي يا شيخه ربنا يخليك لينا. قلت له ليه؟ قال لي الغنوه خلصت وجات لي. عبد المنعم كتبها خلاص، ده لولا انت ما سلمتيش عليه كويس ما كانتش الاغنيه خلصت. لكن اللي كان بقى بيبعت الرسائل دي والمحب الولهان اللي مش قادر يعبر فبيخلي يعني الاغاني هي اللي تبقى الرساله والمرسال لحضرتك، يعني كنت ساعتها انت حضرتك متجوزه استاذ محمد فوزي؟ ده اولا
كان صديق محمد فوزي. اه. ومره جه الساعه 2 بالليل وكانت حالته النفسيه وحشه جدا، فقام فوزي فتح الشقه قبل ما نروح الفيلا وجاء قال لي، قلت له مين اللي جاي الساعه 2 بالليل؟ قال لي يا ستي واحد من اللي معجبين بيكي. فجاي يقول لي والله يا فوزي عمال بيعيط ويقول له مديحة دي زي أختي وأنا بحبها واعتبرني جواب زي الجوابات اللي بتجيلها كل يوم. حياتك بيمثل إيه؟ يعني كتير ما يعرفوش إن حضرتك شاعرة جميلة جدا وعندك يعني... أنا أحب الشعر أوي. طب ما نسمع حاجة بقى. نسمع حاجة بقى. ألاقي من عذابك ما ألاقي، وحبك في حنايا القلب باقي، وتصرف في السدود وفي التجني، وأصرف في التياعي واشتياقي، ولو يدري فؤادك ما أعاني وما ألقاه من ألم الفراق، لما معنت في هذا التجافي وما أزللت من دمع المراقي، ولكني كتمتك هول ما بي وما زال التجلد من خلاقي. الله. ما فكرتيش القصائد الجميلة دي تحطيها في ديوان شعر ينزل باسم حضرتك؟ والله فكرت الحقيقة وبفكر، يعني أحب الشعر قوي 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 قوي، أحب المجاملات الحلوة وأحب المناسبات الحلوة وأحب أعامل الناس كويس، وأحب يعني طبيعتي أنا كده. والله 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 عمري ما زعلت من حد، وعمري ما كرهت حد، وعمري ما غيرت من حد أبدا. أنا عارف إن حضرتك كنت أكتر صديقة قريبة لست أم كلثوم. آه. إيه حكي لنا عن هذه العلاقة اللي لا. يمكن ناس كتير ما تعرفش عنها. لا حقيقي هي كانت تحبيني قوي قوي، يعني أنا لا أنسى مرة عيد ميلادي قاعدين كنا على كنبة كده، وهي حطت إيدها ورا ظهري وقعدت تغني لي لغاية 6 الصبح مع المجموعة اللي موجودة، ودايما كانت تضرب بيا المثل. وبعدين مرة قالت لي يا بنت أنت بتعملي لبسك ده منين؟ فساتينك دي بتعمليها منين؟ قلت لها في واحدة تليانية خياطة ممتازة شارع قصر النيل هي اللي بتعمل لي كل لبسي. قلت له خديني له، قلت لها علي، فجابت كذا قماش ورحنا، وهي كان ليها صديقة دائمة معاها، ورحنا للخياطة. وكل يمكن حضرتك لو تلاحظ اللبس اللي فيه ورد والكم القصير شوية والحاجات دي، كل دي الخياطة التليانية اللي عملت. قلت لي أيوة كده قلبي أغير شوية. وكانت تقول لي كل أسرارها، كل أسرارها العاطفية كمان كانت تقولها لي. وحضرتك كنت تقوليها برضه أكيد أسرارك العاطفية. أنا ما اتكلمش عن حاجة خالص 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 خالص. طب أنا إنسانة يقولي أنت مستمعة. أنت إنسانة بتسمعي بس. بس حتى الاستماع اطمئنان، يعني ان الانسان يفضفض مع حد معناه انه مرتاح له ويطمن له. معنى ان ست ام كلثوم كانت بتفضفض لك يا مدام مديحه معناها قد ايه كنت انت بالنسبه لها انسانه مريحه جدا. جدا جدا. وكنت اروح لها في الفيلا كتير جدا جدا، وكانت تندهلي تقول لي تعالي انا النهارده ما عنديش حاجه، فنقعد ندردش. كانت تاخد رايك في الاغاني اللي بتغنيها؟ لا. تسمعك قبلها؟ لا، كبرياءها. اه. ما تسالش حد. ام كلثوم تسالني انا؟ لا. عندها كبرياء كان كبير جدا جدا. بس انا مره نصحتها وقلت لها انا زعلت منك لما تزوجت من ملحن. قلت لها مش ام كلثوم. مش ام كلثوم. وعيطت في التليفون وقفلت التليفون. مش عدم احترام لهذا الملحن، لا، لقيمة أم كلثوم دوليا. يعني دي الحاجة الوحيدة
اللي ضايقتني منها في حياتي كلها. قالت لك ايه؟ لما اتجوزت اتطلقوا بعد اسبوع. اتطلقوا بعد اسبوع لان كان رأي ناس كتير مش رأيي انا بس. استاذ عبد الوهاب بقى ذكرياتك معاه ايه الغير معلنه؟ انا عارف ان كان قريب جدا. انا عبد الوهاب ده اسراره كلها في جيبي. وهو عارف اللي في الجيب ده ما يطلعش في الجيب التاني يعني. وكان يعني الحمد لله الناس عندها كان ثقة فيا، يقولوا لي كل حاجة وعارفين ان اللي بيتقال ده لا يمكن. تعتز بمين تاني من الفنانين زمان اللي اشتغلوا معاكي؟ فريد الأطرش، يوسف وهبي. فريد اه، احنا كنا زمان استاذ عمرو كل اسبوع كل يوم خميس، يا اما لو في معظمهم عندهم شغل يبقى يوم الجمعة، يا عند عبد الوهاب يا عند فريد يا عند عبد الحليم يا عندنا انا وفوزي، يعني لازم نجتمع على الاقل 10 15 مجموعة في بيت حد مننا كل اسبوع، وكل واحد يقول انت هتعمل ايه كوميدي، انت هتعمل ايه دراما، اقول لهم لا انا هعمل رومانسي، يعني نقعد كمان نتكلم في شغلي في شغلنا، ونتكلم في السينما، ونتكلم في الوجاه الجديدة، يعني كنا بنحب بعض قوي قوي قوي. يعني اتصور لما محمد فوزي وعبد الحليم وفريد الأطرش يبقوا قاعدين جنب بعض وعمالين بيتكلموا وبيعملوا، يعني كان في وفاء وكان في حب، وكان وكل ده كان حب في مصر، حب في الفن، الفن المصري اللي غزا العالم كله. إلهام. فريد انت بخير يا فريد؟ انا بخير مدام، شفتك وقد ايه سعيد بالمفاجأة الجميلة دي. خليني ابص لك كويس. ليه؟ في شيء متغير؟ قولي. متضايق، تعبان، مفيش حاجة بطالة مخبيها عني. بطالة؟ بطالة بتاعت ايه؟ ابدا ابدا. فتوح جان البيت يدور عليك، وحسيت من كلامه انك في خطر. بلاش اوهام يا عزيزتي، انا في انت زحت عن نفسي كابوس كان مخوفني خالص. لو تعرف انشغالي عليك كان قد ايه؟ دقايق بعدها، الثواني في انتظار اللحظه اللي اشوفك فيها. غريبه، يظهر انك تحت تاثير مزعج، لكن ليه؟ ايه السبب؟ ما اعرفش. فريد وريني عينيك، لسه بتحبني يا فريد بعد اللي عملته فيك؟ كلمني يوسف السباعي، قال لي الريس جاي كمان النهارده في السينما، فتعالي عشان يشوفوا فين راح. دخل عبد الحليم، ماما مديحه وجاي يحضني، قال له لا الكلام ده كان في الفيلم بس مش كده. معرفش ازاي بيقبلوا يعملوا الحاجه دي عشان فلوس. اهم محنه على الاطلاق في تقديري انا، ويمكن بيعتبر الابتلاء الكبير، لما تفقدي ابنك وبنتك. بشوف حاجات بتتحقق، يقول لي دي رسائل من ربنا، وتشوفي صورة ابنك وحادثة، وبعد يومين تشوفيه في نفس العمود وحادثة، أنا لا أشكو، فدمي عروقي كبرياء. وأخيراً، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بس خلاص، يا ريت نكون فهمنا. تصبحوا على ألف خير.